مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونبدأها بالعناوين. يمن مونيتور تعنون الحوثيون يبدأون محاكمة ترامب بتهمة اغتيال صالح الصماد. موقع المشاهد نت يتحدث عن أرض بلا سماء، مسرحية لوجد الأهدل في لندن تجسد المأساة اليمنية. ومن أخبارنا المنوعة، رجل كوري تأخر راتبه فأحرق بيته وقتل 5 من جيرانه. أهلا بكم. بعد إعلانهم محاكمة الرئيس هادي سابقا، هناك بمتهم جديد تتم محاكمته في محكمة بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقا لموقع يمن مونيتور. الحوثيون يبدأون محاكمة ترامب بتهمة اغتيال الصماد. ووفقا للموقع، فقد أعلن الحوثيون بدء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و61 متهما آخر بتهمة قتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد. وينقل الموقع عن قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين قولها إن محكمة بالحديدة عقدت جلسة لمحاكمة المتهمين باغتيال الصماد، بينهم 47 متهما أجنبيا، أولهم دونالد ترامب، وانتهاء بمتهم يمني اسمه معاذ. وقالت إن المتهمين الأجانب فارون من العدالة. ينشر موقع الأيام خبرا عن توقع البنك الدولي بتعافي الاقتصاد اليمني في النصف الثاني من العام الجاري 2019 بمعدل نمو في خانة العشرات، على الرغم من أن الحرب أدت إلى خلق اقتصاد حرب، إذ تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل من أجل المحافظة على تحالفات انتهازية هشة. لكن هذا التعافي مشروط بحسب البنك الدولي باستقرار الوضع السياسي والأمني واحتواء العنف وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يظل معدل الفقر مرتفعا، إذ يعيش أكثر من 3/4 السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم. البنك الدولي في ضوء هذه التوقعات القاتمة ستستمر الحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الانتعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، وستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات. أيام سماسرة الحرب، هذا ما اختاره الكاتب مصطفى عبد السلام عنوان لمقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد. وأضاف الكاتب: عرف التاريخ القديم والحديث ما يعرف باسم تجار وسماسرة الحروب الذين يستغلون فترات القلق للأمنية والحروب في بلد ما في تحقيق ثروات طائلة خلال فترة قصيرة. هؤلاء السماسرة بمثابة قناصي فرص وصفقات ومصاصي دماء، يبيعون كل شيء وبأضعاف أثمانه، يمارسون أبشع أنواع الاحتكار واستغلال الفرص، يبيعون الأسلحة والذخائر لتغذية الحروب القائمة، يخزنون السلع الرئيسية ثم يبيعونها بأسعار مضاعفة. الهم الأول والشغل الشاغل لسماسرة الحروب هو تحقيق المكاسب السريعة، حتى ولو أدى ذلك إلى مد آجال الحروب والنزاعات لسنوات طويلة وموت نصف عدد سكان الأرض واندلاع أسوأ أزمة إنسانية عرفها التاريخ الحديث، كما هو الحال الآن في اليمن وسوريا. تجار الحروب يكرهون مفاوضات حقن الدماء ويكرهون الساسة، ويعملون بأقصى طاقتهم لاستمرار النزاعات حتى يواصلوا حصد المكاسب. لا يرضون باستقرار الأسواق أو الركود الاقتصادي لأنه يقلل من خسائرهم المادية. تجدهم وقد أطلوا برؤوسهم فجأة وقت الأزمات والكوارث، وبصحبتهم أموال ملوثة بالدماء. ففي اليمن نشط السماسرة طوال الحرب الأهلية الجارية منذ 4 سنوات، تحالفوا مع قادة الميليشيات الحوثية والجماعات المسلحة،
والرجال المحملين بالذخائر والساسة في صنعاء والرياض للتربح من الحرب الطاحنة، والنتيجة تحول اليمن إلى أفقر وأتعس دولة في العالم. هؤلاء السماسرة وتجار الحروب يستحقون الموت للحياة. هؤلاء يجب التعامل معهم كما تتعامل الحكومات مع الذين يهددون استقرار الدول. أرض بلا سماء، مسرحية يمنية وإخراج فلسطيني عرضت في لندن بالمملكة المتحدة. هذه الخلطة جعلتها فريدة، فهي بحسب الموقع بوست عرضت في مسرح باترسي للفنون لمدة 3 ليالي بداية هذا الشهر في إنجلترا، وهي من إخراج الفلسطيني مؤمن سويطات. أما الإنجاز في هذه المسرحية فلأنها أول مسرحية يمنية تعرض في إنجلترا، ومن تأليف الروائي اليمني وجد الأهدل، وقد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية في وقت سابق على يد البروفيسور ويليام هيتشنز الذي منحها اسما آخر وهو أرض بلا ياسمين. وقد لاقت المسرحية احتفاء أوروبيا وعربيا كبيرا تجسد من خلال الحضور الجماهيري الكثيف للإنجليز والعرب الذي حظى به العرض في لندن في أمسيته الثلاث، ونفاد التذاكر قبل موعد انطلاق العرض بثلاثة أيام. تقارب المسرحية وضع المرأة في المجتمع اليمني والمشاكل التي تتعرض لها من قبيل التحرش والحرمان من الحقوق والتهميش في الرأي والقرار. ينتهي العرض بخاتمة مفتوحة تبحث عن جواب: أين نحن؟ لا نعرف. ويبدو هذا التساؤل مع كمية الحيرة التي تصاحبه انعكاسا صادقا للواقع العربي برمته، إذ أن المسرحية في مجملها مشهد مصغر يلخص الواقع بكافة تفاصيله. يتابع العالم بمزيج من القلق والتبجيل الموجة الثانية من الربيع العربي، وقبل 7 أعوام كتبت السلطات المصرية على الممرات في مطار القاهرة اقتباسات عالمية تمجد ثورة 25 يناير. حتى أكثر البقاع سوادا فيما يتعلق بالحرية والحقوق صدرت عنها تعليقات رسمية تمجد الشعوب العربية الثائرة. كان هذا جزءا من مقال للكاتب مروان الغفوري في صحيفة الاستقلال، والذي أضاف فيها: الإحساس بالزمن، تقول فرضية علمية، ناتج مباشر عن معايشتنا لأحداثه وتجاربه الجديدة. يصير العام المكتظ بالتجارب الجديدة المثيرة أكثر طولاً من 10 أعوام فارغة. على الصعيد الفردي والجماعي ننظر إلى الخلف، إلى العام 2011، كما لو أننا ننظر إلى ثلثي قرن. شاهدنا كيف اندفع النظام العربي الكاليبتوكراسي إلى شيطنة الموجة الأولى من الربيع، تلك التي سبق أن كان لها المدائح بوصفها ثورة أبنائنا الشباب، كما لو أنها وقعت في ماض غابر ما من أحد يتذكره الآن. وشاهدنا كيف عاشت الثورتان الأخيرتان السودانية والجزائرية عزلة عربية على المستوى الجماهيري، كما لو أنهما تذكراننا بالخطيئة التي ارتكبت في العام 2011 لنتذكر الآن ما جرى في ذلك الزمن السحيق. كانت أيام الربيع العربي من تونس إلى العراق شبيهة بالأيام السودانية المعاصرة، وكما تفعل الثورة السودانية أثارت الموجة الأولى من الربيع القدر نفسه وأكثر من الإعجاب والدهشة على الصعيد العالمي. تبرز أهمية الثورتين الراهنتين في إعادة التذكير بالمندثر، الخراب الذي أعقب الموجة الأولى من الربيع العربي وقع عندما قررت الأنظمة العربية استخدام النار في مواجهة احتجاجات سلمية تطالب بدولة مؤسسات وعدالة. ولأجل أن لا يحل خراب مثيل بدول أخرى، فعلى الجيوش العربية أن تكف عن مهاجمة شعوبها. أريد لهذا الاستنتاج أن يصبح نهائياً. تبدأ الكارثة بخروج الشعوب المنظم إلى الشوارع. الثورتان الأخيرتان بددتا هذا الاستنتاج، فعندما امتنع الجيش عن مهاجمة شعبه بقيت الكارثة في الخارج. طالب الكونغرس بوضع حد للتدخل العسكري في اليمن، لكن ترامب استخدم الفيتو. فبحسب صحيفة لابرس الكندية، قال ترامب في بيان حول القرار الذي أقره الكونغرس في وقت سابق إن هذا القرار محاولة غير مجدية وخطيرة لإضعاف السلطات الدستورية، مما يعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر. كان ينظر إلى هذا الحدث السياسي كصفعة تلقاها الرئيس الجمهوري بالنظر إلى أغلبيته في مجلس الشيوخ، وكان الكونغرس قد استخدم قانونا صدر في العام 1973 يحد من صلاحيات الرئيس العسكرية
في نزاع أجنبي. البرلمانيون الأمريكيون طالبوا بإنهاء العملية العسكرية في اليمن، حيث يقدم البنتاغون منذ عام 2015 دعما لوجستيا للتحالف الذي تقوده السعودية. لكن ترامب وفي البيان الذي أرسله إلى البيت الأبيض قال: نقدم هذا الدعم لعدة أسباب، فمن واجبنا حماية أمن أكثر من 80,000 أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي تعرضت لهجمات الحوثيين من اليمن. السيناتور المستقل بيرني ساندرز معد القرار الرئيسي في اليمن عبر عن خيبة أمله بعد حق النقد الرئاسي وقال: أشعر بخيبة أمل، لكنني لست متفاجئا بأن ترامب رفض قرارا من الحزبين لإنهاء المشاركة الأمريكية في هذه الحرب الرهيبة في اليمن. وبعد أخبار ترامب ننتقل إلى أخبار ابنته إيفانكا التي أدلت تصريحا جديدا أثار ضجة وتم تداوله في معظم المواقع الإخبارية، كما عنون موقع شبكة البي بي سي البريطانية. قالت فيه: رفضت عرض والدي رئاسة البنك الدولي. وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه اقترح على ابنته تولي أكبر منصب في البنك الدولي لأنها بارعة في التعامل مع الأرقام. وأوضحت إيفانكا أنه عندما سألها والدها عن رأيها رفضت الوظيفة، وقالت أنها سعيدة بالوظيفة التي تشغلها حاليا وهي مستشار بالبيت الأبيض. ووفقا للموقع البريطاني فإن الولايات المتحدة تحظى بشكل غير رسمي ومنذ مدة طويلة بحق اختيار رئيس البنك الدولي. يتقدم الكاتب أو يتحدث الكاتب شفيق ناظم الغبرة عن انتشار الكراهية في بلادنا على حساب التنوع والتعايش، ويقول إنها أحد وسائل السيطرة والتحكم في ظل أنظمة ترفض بشدة رعاية حياة سياسية ديمقراطية. ثم يضيف في مقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد: الكراهية المنتشرة عربياً انعكاس لثقافة لم نكن نلمس وجودها في زمن القومية العربية أو في مرحلة مواجهة الاستعمار أو حتى في المجتمع التقليدي القديم. تلك الكراهية نتاج واضح للدولة العربية الحديثة التي فشلت في مهامها كالتنمية والإنجاز، كما وفشلت في بناء مجتمعات تميل للتآخي والقبول بالآخر والاجتهاد والعمل. حب السلطة أنتج دولاً تعزل النقاد والمعارضين والمخالفين السلميين عند كل منعطف، لكن لفعل ذلك كان لابد من تدمير القواعد الاجتماعية المستقلة في المجتمع. لهذا شكلت الطائفية وخلق أعداء وهميين وسيلة النظام العربي للتحكم بالمجتمع. إن ثقافة الخوف من الآخر ضمن المجتمع وبين فئاته أصبحت مع الوقت العنصر الأهم في بناء جدران السيطرة. وبما أن الخوف من الأعداء الوهميين ضمن الشعب وفي صفوفه أمر مفتعل، فقد أهمل النظام العربي برمته المقدرة على التعامل مع الأعداء الحقيقيين على الحدود. لقد فاجأتنا معظم الحروب. لهذا يبرز عربياً السؤال التالي: كيف نواجه خطاب الكراهية الموجه ضد المسلمين والعرب في الغرب، بينما نظامنا العربي وقوى النفوذ في بلداننا العربية تنشر خطاب الكراهية بين كل فئة وجماعة وبين كل طائفة وأخرى؟ كيف نواجه الإسلاموفوبيا في الغرب مثلاً بخطاب طائفي وعنصري لا يقل سوءاً عن الإسلاموفوبيا نفسها؟ يكفي أن ننظر للحروب الأهلية المعلنة والمستترة في الساحة العربية ليتضح لنا مدى عمق هذه المشكلة. في الأخبار الدولية التي تصدرت صحافة اليوم خبر انتحار رئيس، ونطلع من صحيفة القدس العربي والتي عنونت: رئيس بيرو الأسبق ينتحر أثناء محاولة اعتقاله. ووفقا للصحيفة فقد توفي رئيس بيرو الأسبق غارسيا بعد أن أقدم على الانتحار أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد. وقالت وزيرة الصحة في حكومة البيرو سليمة توماس في تصريح صحفي إن غارسيا أطلق الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله. وفور وقوع الحادث نقلت الشرطة غارسيا إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة. وتفيد الصحيفة أن المحكمة سبق وأن قضت بحبس الرئيس الأسبق لمدة 10 أيام بتهمة تلقي رشوة بقيمة 100,000 دولار مقابل توقيع عقود مع شركة إنشاءات. بعد تأخر راتبه لم يجد رجل كوري جنوبي من طريقة للتعبير عن غضبه سوى إضرام النار في شقته
وقتل 5 أشخاص حاولوا الهرب من النيران المشتعلة. وقد نشر الخبر موقع الدي دبليو الألماني تحت عنوان: تأخر راتبه فحرق بيته وقتل 5 من جيرانه. وقالت شرطة كوريا الجنوبية أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما بعد أن أضرم النار في شقته وقتل 5 أشخاص بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران باستخدام سلم. من جهة أخرى قال الرجل الذي جرى إلقاء القبض عليه في موقع الحادث أنه ارتكب هذه الجريمة بسبب شعوره بالظلم وتأخر أجوره. صور توصف الحياة السياسية الطريفة منها والجادة، وأخرى متنوعة التقطتها عدسة مصوري ومحترفي صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسام الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.